هلا والله يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ معكم كالعادة أسامة التومي في فيديو جديد. فيديو اليوم يا جماعة الخير كيف ما تشوفوا في العنوان تحت أنني سأكون سائق حافلة يا جماعة. اسم اللعبة باس سيميلاتور 21. فكرة اللعبة على السريع يا جماعة، أنني سأكون سائق حافلة، سأقوم بإنشاء شركة لسياقة الحافلات، وبعدها سأقوم بتطوير الشركة وبتطوير الحافلات يا جماعة. إذا عجبتكم هذه الفكرة ادعمونا يا جماعة تحت، ولو رأيت الدعم يا جماعة قوي سنكمل في هذه الفكرة يا جماعة الخير. ما نطول عليكم، إذا أنت أتيت جديد في القناة لا تنسى أن تسوي اشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، ولا تنسى يا جماعة أنكم تدعمونا باللايك. وصلنا الآن 8200 مشترك يا جماعة، ما بقي الكثير على 10000. ادعمونا، هناك العديد المفاجآت يا جماعة لما نوصل 10000 متابع. يلا نشوفكم في الفيديو، سي يو نيكست. اوكي يا جماعة الخير، كيف ما شوف راح نبدأ الان في اللعبة يا جماعة الخير. اول شيء ستطلبه مني اللعبة اني ساقوم بانشاء الشخصية. اول شيء في الشخصية يا جماعة ساقوم باختيار الشخصية، وانا اتوقع اني راح اختار هذه الشخصية يا جماعة. اوكي، اول شيء اخترت هذه الشخصية. ثاني شيء يريد ان يختار مني الوجه. الوجه يا جماعة سنقرر بعض الشيء، نشوف الوجه. الوجه سيكون هكذا، جميل جدا. اوكي، البشرة، لون البشرة ستكون عادية مثل لون بشرتي يا جماعة. الشعر لما اتوقع اني راح اختار يا جماعة هذا الشعر، هذا الشعر جميل. ايضا يريد مني ان اختار شيء، اتوقع اني راح البس، لا لا لا، راح اختار هذه اللحية يا جماعة، لحية عادية جميل. ولون الشعر سيكون باللون الاسود يا جماعة. بالنسبة لللباس استطيع اني اختار هكذا، هذه البلوزة، او اختار الكرافات يا جماعة، او اختار لبس عادي. اتوقع اني راح البس هذه، بما اني ساكون صاحب شركة سالبس هذا اللباس الفخم يا جماعة. اوكي، ثاني شيء البنطلون، اريد ان البس بنطلون طويل. ثالث شيء الحذاء، الحذاء سالبس هذا الحذاء. اوكي، اكسسوار، الاكسسواري اتوقع اني راح البس ساعه يا جماعه، راح البس الساعه. هذا هو سيكون الشكل النهائي للشخصيه يا جماعه كيف ما تشوفوا، والالوان ستكون اتوقع ابيض من فوق، والسروال باللون الاكحل، والحذاء ايضا باللون الاكحل يا جماعه. هكذا ستكون الشخصيه يا جماعه. اوكي، نسجل الشخصيه ونبدا في لعبه جديده. اوكي، بالنسبه للعبه يا جماعه هناك خريطتين، هناك خريطه في امريكا وخريطة أيضا في الاتحاد الأوروبي، لكن خريطة الاتحاد الأوروبي يا جماعة مقفولة بسبب أني يجب علي أن ألعب أول شيء في أمريكا، أقوم بفتح خريطة أمريكا، بعدها سنذهب لنلعب للاتحاد الأوروبي يا جماعة. بالنسبة للشركة يا جماعة راح نسميها باسمنا تومي باس، هذا اسم الشركة يا جماعة، جميل جدا. راح نبدأ يا جماعة بسم الله في اللعبة يا جماعة مع بعض. أوه جميل جدا يا جماعة، بدأنا في اللعبة الآن. هذه هي الشخصية، وعلى ما أتوقع هذه راح تعطيني النصائح. Good morning. صباح الخير. First official route. The residents of Angel Shores are eager to see our new bus. هكذا ستكون شخصية يا جماعة بسم الله. تقولوا لي هذه. There it is. جميل جدا. Take over anytime you want. قالت لي هذه ستكون الحافلة لي يا جماعة. هذه ستكون حافلتي يا جماعة. تخرج الحافلة بسم الله. هذه ستكون شكل الحافلة يا جماعة. Just board the bus. Speak to the driver. We'll take over the steering wheel. ممتاز، سأقول لي الآن اذهب إلى الشاحنة أو إلى الحافلة وأحكي مع صاحبة الحافلة وقم أنت بسياقتها. أوكي، السلام عليكم، أريد أن أسوق الحافلة. أوكي ممتاز، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، جميل جدا. الآن أخذنا الشاحنة يا جماعة، أخذنا الشاحنة يا جماعة بسم الله. أول سياقة للحافلة يا جماعة، سنكتشف مع بعضنا كل شيء. طبعا هذه الخريطة يا جماعة، هذه الخريطة لدينا الآن. شوف محطة 2 3 4 5 6 7، سبع محطات علينا أن نقوم بإيصال الركاب إلى هذه المحطات يا جماعة. هذه الخريطة يا جماعة، المكان اسمه هايلندر بارك في أمريكا، هايلندر بارك في أمريكا يا جماعة. راح نبدأ بأول محطة وهي سان بابلو. أول شيء سنقوم به يا جماعة هو إقفال الحافلة، ممتاز جدا. نقفل الحافلة يا جماعة وسنبدأ بالسياق على ما أتوقع. بسم الله سنبدأ بسياقة الحافلة، بسم الله نبدأ. أول شيء سأريكم الحافلة، هذه هي ستكون حافلتنا يا جماعة. معنا هذه الذي تتكلم كثيرا يا جماعة، كيف ما نشوف هذه الشخصية تتكلم كثير. هذه الحافلة، وهذه أيضا المساعدة أنا أتوقع. أنا سأح أبدأ في يا أخي، أنت ستنزلين، يلا تفضل انزل انزل انزل، لو مش تنزل انزل، لا تريد، لا تريد النزول. أوكي ممتاز، نقفل الحافلة.
هناك هنا توقيت وهنا اتوقع اني راح نعطي التذاكر، راح نعطي التذاكر يا جماعه لي هنا، راح نعطي التذاكر يا جماعه للركاب، وراح نبدا الان باول سفره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، واحده واحده يا جماعه. الانطلاقه ماذا هناك؟ ممتاز ممتاز، قال لي انت الان سياقتك جيده. هنا اول، هذه هي اول مكان راح اخذ من الركاب يا جماعه. هذا مو من الركاب اللي كيف ما نشوفه على ما اتوقع. اول شيء نقوم بتنزيل الحافله ونشوف، هذا مو من الركاب يا جماعه. طبعا احنا اخذنا مكان كبير جدا. طبعا تفضل ومرحبا بك، اين هم الركاب؟ هذا مو من الركاب، اثنين فقط صعدوا الى الحافله يا جماعه. ممتاز جدا. نقفل الابواب نقفل الابواب ونقوم، شوف الحافلة تصعد. اوكي راح نقوم بالسياقة الان. ممتاز، نفتح بجانبنا نشوف هل هناك سيارة. ليست هنا، نعم هناك سيارة واحدة واحدة. ماذا هناك ماذا هناك؟ اوكي نقوم باصعاد الحافلة وننطلق، ننطلق في الرحلة. ماذا تفعل؟ ايه بسم الله، لا نستطيع التحكم في الحافلة. ممتاز ننطلق يا جماعة. شوف والله الجرافيك جميل، ممتاز. لدي دقيقة أو أنا متأخر يا جماعة؟ كيف ما نشوف أنا متأخر لحد الآن. ننطلق ننطلق يا جماعة. أسكتي أنت شوي، أسكتي شوي. لدي الآن الإشارة خضراء، أستطيع المرور. نمر نمر يا جماعة، بسم الله نمر. ممتازة ممتازة اللفة، اللفة ممتازة. ماذا هناك ماذا هناك؟ تقول لي أنها جائعة. يا أخي أنا إيش دخلني فيك؟ تذهب، نذهب الآن يا جماعة ونفتح أول شيء. أول شيء هذه المحطة على ما أتوقع، المحطة الجاية. بسم الله بسم الله، نشوف الركاب، نفتح الحافلة ونقوم بوضع الحافلة. ممتاز ممتاز لحد الآن. يصعد الركاب يصعد الركاب، تفضل ومرحبا بك. أوكي ممتاز، هو يريدني أن أخذ تيكت يا جماعة. أوكي كيف نذهب التيكت؟ أوكي هنا هنا هو يريد تيكت، ريجولر تيكت. طبعا أنا أختار مثل ما يقولوا لي. اين هما التيكت؟ ريجولر تيكت، اوكي واحده ريجولر تيكت، اوكي تريب تيكت، تريب تيكت، اوكي تريب تيكت، وواحده فقط، واحده فقط. ممتاز، هو اعطاني 10,000 وانا التيكت ب 22. اوكي ايش علي انا اعطيه 7 دولارات. واحده اثنين ثلاثه، واحده من هنا 1 دولار، وما زلت 80 راح اعطيك 50 و20 و10. ممتاز تفضل تفضل. هل هناك شخص اخر؟ ليس هناك شخص آخر يا جماعة. ممتاز ممتاز ممتاز، ليس هناك شخص آخر. ممتاز الآن كيف أخرج أنا؟ الكنترول. أوكي ممتاز، سنقوم بقفل الأبواب، نقفل الأبواب ونقوم بالانطلاق إلى الحافلة الأخرى. يلا المحطة الأخرى يا جماعة، ماذا هناك؟ ننطلق ننطلق ننطلق. بسم الله، ماذا هناك ماذا هناك؟ باسنجر بك. لا 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 لا، شوف يا جماعة شوف، هناك شخص في الأبواب وقف، هناك شخص في الأبواب. يلا ننزل نذهب إلى أنك تحدث معه. تفضل يا سيد تفضل، ماذا تفعلين ماذا تفعلين؟ على ما أتوقع نشيك نشيك على الركاب، نشيك هل لديك تيكت؟ نعم لديها تيكت. أنت يا صديقتي أنت، نعم لديها أنت، لديها. نذهب إلى هذا الشخص، نعم لديه تيكت، وهذه لديهم كلهم تيكت. ممتاز لديهم كلهم التذكرة. نذهب الآن إلى السياقة. يلا بسم الله نذهب إلى السياقة، نقفل الباب الذي كان هناك شخصيات يا جماعة. شوف أتت أمام الباب والباب لم يريد الإغلاق. يلا ننطلق الآن إلى المحطة التالية. بسم الله يا بسم الله، ننطلق ونلف اللف على صعب صعب السياق. بسم الله ننطلق، ممتازة اللفة، اللفة على اليسار ممتازة. ننطلق، يلا 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 يلا، الوقت الوقت متأخر يا جماعة. يلا ضوء أخضر ضوء أخضر، يلا يلا يا جماعة. بسم الله نبدأ ننطلق إلى المحطة الثانية. متأخرين 2:17 يا جماعة. ماذا هناك؟ علي أن أعطي الأولوية يا جماعة ونبتعد بعض الشيء. أنا لم أتحكم بالشاحنة. بسم الله جبنا العيد، يلا يلا يلا، أوب ممتاز جدا ممتاز.
ممتاز ممتاز ممتاز. نفتح الأبواب ونقوم بفتح الأبواب. تفضل أيها الركاب. تفضل أيها الركاب. تفضل. بسم الله. نشوف مشيك عليهم إذا لأنهم لم يأخذوا تيكت، هل لديهم تيكت أو مات؟ تعال يا شخصي. أوكي، لديه لديها تيكت وهذا لديه تيكت وهذه لديه. ممتاز ممتاز. أسكت يا أخي شوي، أسكت شوي، أسكت شوي، أسكت شوي يا أخي. أوكي، نغلق الأبواب وسننطلق الآن. نشوف هل هناك سيارة. ليست هناك سيارة. ننطلق الآن. ممتاز ممتاز. يلا، ضوء أحمر أو أخضر، مثلا أحمر أحمر أحمر. شوف هذه السيارة، والله جرافيك ممتاز. ماذا هناك يا صديقي؟ يلا بسم الله ننطلق. ضوء أخضر ننطلق. يلا، ماذا هناك يا صديقي؟ The passenger needed to get off. هناك من يريد المغادرة يا جماعة، هناك يريد الغرام مغادرة. لم يعجبه شيء. يلا انزل انزل صديقي. هل هناك احد يريد ان ينزل؟ انزل. ممتاز. انزل انزل. والله اعصاب اعصاب يا جماعة، اعصاب يا جماعة. يلا يلا ننطلق ننطلق ونلف على اليسار، نتبع الخريطة يا جماعة. الخريطة ممتازة. هنا هنا ننطلق ننطلق. بسم الله، ونأخذ هذه المكان. أوكي، تفضل. مرحبا بكم، مرحبا بكم. لحد الآن هناك بعض الأخطاء يا جماعة، لحد الآن هناك بعض الأخطاء، لكن راح نتعود بعض الشيء شوي شوي. هل هناك ركاب؟ نشيك نشيك هل هناك ركاب ونطلب منهم التيكت. هذه هذه ليس لديها تيكت يا جماعة. تفضل تفضل، هاتي النقود هاتي النقود. أنت لديك، نشوف شيء. هذه لديها. أنت معي. هذه لديك 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 هذا شخص. أوكي ممتاز ممتاز. يلا يلا، والله صعبة يا جماعة سياقة الشاحنات، صعبة جدا. يلا نغلق الأبواب ونقوم بإصعاد الحافلة وننطلق إلى المحطة التالية يا جماعة. يلا بسم الله، أتتكم أتتكم المحطة. يلا بسم الله. لو في منكم يعرف هذه الحافلة يا جماعة، هذه اللعبة، ينصحني ببعض النصائح. هناك ركاب هنا، هناك من يريد أن ينزل يا جماعة. يلا انزل انزل. يلا، من هو الذي يريد النزول؟ هناك شخص يريد النزول. أين أنت يا صديقي؟ ليس هناك شخص. passenger need to get off. أين هو؟ انزل يا صديقي. لا 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 لا، ننزل ننزل. نشوف 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 يا جماعة، نشوف يا جماعة ماذا هناك. من يريد النزول؟ يريد شخص أنه ينزل يا جماعة. هل هناك شخص يريد النزول؟ نفتح الباب وننزل الحافلة. ليس هناك أي شخص. يلا ننطلق 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 يا شباب. من عدل من عدل من عدل هذه اللعبة أعصاب. يلا ندور نلف 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 على اليسار. بسم الله، ليست هناك أي سيارة. لحد الآن لم نسوي ولا حادث، لم نسوي ولا حادث لحد الآن يا جماعة. لكن علينا أن نتبع الطرق يا جماعة، علينا أن نتبع الطرق. ماذا هناك؟ ماذا هناك يا جماعة؟ ماذا هناك يا جماعة؟ ماذا هناك يا جماعة؟ ماذا هناك؟ لحد الآن ليس هناك شيء. هذا هي الشاحنة. نذهب نذهب نلف على اليسار. بسم الله، ونذهب إلى المحطة رقم 5 وننتظر. بسم الله ننتظر ننتظر. يلا انزلوا انزلوا، تفضلوا. الركاب ينزلون الآن، لحد الآن الركنة ممتازة. ينزلون الركاب. هل هناك من سيصعد؟ كلهم صاعدين من الباب الثاني يا جماعة، من كلهم سيصعدون من الباب الثاني، وليس هناك أحد يأخذ التيكي. علينا أن نشيك، علينا أن نشيك عليهم. مرحبا جدتي، مرحبا جدتي. هل لديك تيكت؟ أوكي لديها تيكت. أنتم أنت لديك أنت وأنت على ما أتوقع. أنتم جدد هنا في الشاحنة. هي أنت. لا، نذهب الآن نذهب الآن للقيادة. يلا، ليس هناك أي شخص لحد الآن. شوف ممتاز. ننطلق الآن المحطة رقم 6. ننطلق المحطة رقم 6 يا جماعة. بسم الله ننطلق. هنا مركز الشرطة كيف ما نشوف. يلا بسم الله، يلا نلف على اليسار. وهناك ضوء أحمر يا جماعة، لا نستطيع المرور. لا، نحترم الأضواء يا جماعة الخير، نحترم الأضواء الآن ونشوف ماذا سيفعل السائق أسامة في المحطة السادسة يا جماعة. هذه المحطة قبل الأخيرة. الحلقة الأولى ستكون عبارة أني
نقبل هذه المحطات وبعدها سنون الحلقة يا جماعة. يلا ضوء أخضر، يلا ننطلق ننطلق. الضوء الأخضر يا جماعة ننطلق، ليست هناك أي سيارة، نلف على السريع نلف على السريع. يلا ممتاز، لفينا ملفة ممتازة. الآن سننطلق إلى الأمام، ليس هناك سيارة بجانبنا. يلا ننطلق إلى الأمام وسنقوم باللفة على اليسار هذه المرة. يلا ضوء أخضر، لدي ضوء أخضر، ونلف على اليسار. بسم الله بسم الله. شوي 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 شوي. ماذا هناك يا صديق؟ ماذا هناك؟ ننطلق آخر آخر محطة يا جماعة، آخر محطة يا جماعة الخير. يلا ننطلق إلى آخر محطة. بسم الله بسم الله. آخر محطة آخر محطة. أوكي هذه آخر محطة. شوف حتى الحافلة قالت لهم هذه آخر محطة. يلا ننزل ناس كل ننزل كل الناس. تفضلوا تفضلوا. أوكي أنا سويت أول مهمة يا جماعة بالنسبة لي. ممتاز جدا، كل الناس نزلت كيف ما نشوف وأعطوني على ما أتوقع نجمتين ونصف. نجمتين ونصف. ماذا لدينا؟ ماذا لدينا؟ نقود نقود يا صديقي. أوكي النقود جميل جدا. 5579 دولار كأول صفرة يا جماعة. أخذنا في أول صفرة 5579 دولار. هذه كانت أول حلقة. لو عجبتكم الفكرة دعمونا تحت يا جماعة، وسنكمل في الحلقات الجاية. كل حلقة ستكون نطور نحاول نطور في الحافلة، نحاول نقوم بعض الأشياء، ونراكم في الحلقة الجاية يا جماعة الخير. نشوفكم، السلام عليكم.